أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم إقامة الأفراح وعمل العقيقة في المسجد. نعم. والحكم إقامة الأفراح والعقيقة في المسجد. المسجد يقصد العقد. نعم. عقد الزواج. لا ما هو السؤال كذا. عاد السؤال. أقول ما حكم إقامة الأفراح وعمل العقيقة في المسجد؟ ما يجوز هذا أنك تعمل يعني تذبح العقيقة في المسجد. أو قصده تطبخ ويجاب وفوكل في المسجد. الأكل في المسجد لا بأس مع حفظ المسجد من التلوث. إن كان قصده إن العقيقة بعد ما تطبخ فوكل في المسجد ما هي مانع مع تحفظ عن تلويث المسجد. والأفراح ما تقام في المسجد يعني الزواج حفل الزواج حفل ما يقام في المسجد. نعم. عقد الزواج العقد ما هو هذا العقد ما هو من الأفراح. العقد يجوز في المسجد. عقد الزواج يجوز في المسجد. أما عقد البيع لا ما يجوز في المسجد. نعم. أثابكم الله. عقد البيع عقد الإيجار العقود الدنيوية ما تجوز في المسجد. أما عقد النكاح فلا بأس. نعم.